ما زالت أصداء يعني المؤامات اللي عملناها والتغييرات اللي عملناها في نظام التعليم سواء كان تعليم أولي أو تعليم عالي يعني لها ردود أفعال جوه المجتمع المصري. إنما الحمد لله الدولة امبارح كانت شفافة بدرجة كبيرة، يعني وضحوا للناس بيفكروا إزاي وحيعملوا إيه، ومن هنا لغاية يوليو اللي جاي الدنيا هتمشي إزاي. يعني كل شيء كان واضح وكان يعني صريح جدا، سواء كان في التعليم الأولي اللي هو ابتدائي وإعدادي وثانوي أو بعد كده في التعليم العالي. قمنا النهاردة الصبح لقينا في حالة كده من حالات الغضب الغريب في السوشيال ميديا على وزير التعليم العالي، وإحنا مش عارفين، إحنا مش فاهمين، هو فين الوزير وحاجات كده. معنا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عمرو. أكيد شفت أنت النهاردة الحالة اللي موجودة دي، سببها إيه الحكاية، إيه الموضوع؟ والحمد لله ان انا ما بشوفش الحاجات دي، لان انا مش من الناس اللي بستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ولا امتلك اي حسابات، لكن طبعا عندي يعني جهاز اعلامي يرصد، لكن انا الحقيقه ما بضيعش وقت كتير في الامور اللي هي زي الاشاعات احنا بنرد عليها في وقتها، زي الاستفسارات بنعمل وسائل كتيره ان نتواصل فيها مع كل الناس لو كان في كلام يعني عقلاني في الاسئله. فبالتالي انا يعني لا يعنيني قوي ما يطلق عليه الترندات وما يطلق عليه الحاجات دي، لانها يعني احنا بنشتغل. اما حضرتك بتقول فين الوزير، الوزير بيشتغل، احنا راجعين دلوقتي من الاسماعيليه علشان عندنا ان شاء الله بكره افتتاحات رئاسيه بتشريف سياده الرئيس للمستشفيات اللي تابعه لوزاره الصحه والقوات المسلحه ومستشفيات جامعيه ومستشفيات تبع وزاره التضامن. اذا احنا بنعمل وليس متوقفين عند يعني طلاب عايزين يعني يعملوا انتهاء للعام الدراسي او ياثروا على العام الدراسي، ده ما يعنيناش قوي. يعني حضرتك تعرضت لنفس الموضوع السنه اللي فاتت حتى من خلال حتى بعض الجامعات العمليه، يعني كنا شايفين ده في بعض الجامعات العمليه اللي هم كانوا شايفين ان هم مش عايزين يكملوا الترم، انما احنا طبعا فهمنا في القرارات امبارح ان الترم الاولاني هيكمل والترم الثاني كمان هيتعمل. خلينا نبقى واضحين، احنا بنتكلم على تعليم سواء تعليم قبل الجامعي او تعليم جامعي، فاحنا انا كمسؤول يعني اسائل امام الله اولا، لو انا ما اطمئنتش ان الطالب اللي بيخش يتعلم اعلام او سياسه او اقتصاد او اداب او طب او هندسه او ايا كان التخصص بتاعه ان هو ما اتعلمش وعايز ينجح ويتساوى واحد مجتهد زي واحد ضعيف زي واحد راصد زي واحد مش عايز يذاكر، يعني دائما. واحنا طبعا يعني بنشتغل في هذا الحقل من زمن طويل ونعلم تماما ان الاقليه القليله هي اللي بتتحكم وليها صوت عالي خصوصا بعد التواصل الاجتماعي، لكن اغلبيه الناس، وانا عندي يعني انا عندي تلميذ في جامعه حكوميه مصريه، يعني انا اب وزير كما تعلم. أيوه. اعلم